اليوم باذن الله حنشرح لكم بعض التقنيات البوكسينج بالجيت كوندو مع بطلنا هلال عبد القادر. معظم الحركات اللي اخذها بروسلي من البوكسينج يلي هي الانزلاق الخارجي والانزلاق الداخلي، الغطس والرجوع الى الخلف. هلا حنفرجيكم فوجر، حنفرجيكم هو الاوتسايد ستيب من الداخل الى الخارج. واحد يمين شمال، واحد اثنين، هيدا بسموه من الداخل الى الخارج هو الاوتسايد ستيب. هلا حنفرجيكم كمان الانسايد ستيب، هو من الانزلاق من الخارج الى الداخل. واحد جاي واحد، انا بس بفضل هو الانزلاق من الداخل الى الخارج لانه اكثر امانة بالنسبه لالي، او بدخل عليه وبعمل عليه هجمه، هو الاوتسايد ستيب. هلا حنفرجيكم سناب باك، هو رجوع الى الخلف. واحد جاي واحد، هلا حنفرجيكم كمان نفس الوقت هو الهوك، رايت هوك جاي رايت هوك. اوكي، هو دائما بس انا بدي اعمل الانزلاق او المراوغه تحت الهوك، دائما عيوني على الخصم عم بطلع فيه وعيوني ما بيفيروا ولا سنة، لانه هيدي الحركه كلها هي سنة. هلا حتعمل رايت هوك وليفت هوك، واحد اثنين جاي واحد، عملت عليه رد فعل لفت، كمان بقدر اعمل عليه رد فعل. هول الحركات هو البوكسينج بالجيت كوندو. هلا حنفرجيكم هو السوين اللوكي، خد جاب واحد، انا هون انسحبت. هلا حنفرجيكم حركه هي السوينج اللوكي، هي حركه ارجوحه من اساسيات الجيت كوندو. واحد واحد اثنين جاي ده واحد اثنين، وفينا نعمل ردة فعل على ونفس الوقت كمان بعض اللعيبة عم يعملوا هو الانسحاب إلى الخلف. هون شو بلعبة؟ بيكون أخر وقته صار بيقدر يعمل علي ردة فعل، فأنا الأحسن هو نعمل عليه هو السوينج اللوك. واحد اثنين ثلاثة، نرجع نعيد نعمل مجموعة كاملة. واحد اثنين ثلاثة، واحد